يعيش المسؤولون الغربيون انفصاما في الشخصية عندما يتناولون الشأن السوري، فلا يكاد يفرغ أحدهم من الحديث عن ضرورة عقد مؤتمر دولي حول سوريا حتى يختموا بأولوية تسليح المعارضة. كلام يعوزه السند المنطقي وحجة لا تثبت في ميدان الجدال، وإن كانت تلقى من بعض المعارضة القاصرة سياسيا وأخلاقيا آذانا صاغية، فالأحمق غالبا ما يعينك عليه. لا يجد الرقاد طريقه إلى عيني بان كي مون الضيقتين، يشغله أطفال سوريا فيحمل على الحكومة والمعارضة. فتى الرجل أن عملية التجنيد في سوريا محكومة بآلية قانونية ترعى المحاذير الأخلاقية للشرف العسكري، فهل له أن يسحب الشرعية الأممية ممن قتلوا تحت مظلتها مراهقا في حلب منذ أيام قليلة؟ تجنيد الأطفال ليس العلة الوحيدة للأرق، فهذا وزير الخارجية الأمريكي يجدد ونظيره البريطاني الدعوة لعقد المؤتمر الدولي للسلام حول سوريا، سلام يزعمه كيري وهيك سيتأتى مع تسليح المعارضة السورية لتصل إلى حال التوازن العسكري مع الجيش العربي السوري الذي راكم الانتصارات في القصير ويستعد لأم المعارك في حلب. هذه الهرطقة السياسية أصابت بدائها زميلهم الفرنسي فابيوس الذي ساق بالأمس ذات الشروط وتعدتها إلى نافي بيلاي مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان التي غزلت على المنوال ذاته. هذا ليس سيناريو أو مسرحا مناسبا للتفاوض في هذه المرحلة. هل نبدأ التفاوض مع أناس عازمين على الخروج كمنتصرين من هذا الصراع؟ يهدد هؤلاء بتسليح المعارضة التي أغدقوا عليها خيرة ما أنتجته مصانع السلاح لديهم ورهنوا لفكرها المغلق ذراعهم الاستخباراتية الطويلة وفتحوا كرم لعيونها حدود الجوار السوري الساهر على أمن الكيان الصهيوني، فلن يمس جديد تسليحهم في قلوب السوريين موطن القلق وأن بقيت الأصابع قابضة على الزناد بانتظار بقية الظفر. دلائل جديدة تضاف